بشكركم جميعا وبوجه ليكم التحية وبقول لكم يعني أهلا بيكم ومرحب في مدينة سانت كاترين. المدينة دي اتحطت على العالمية، أعتقد أنها اتحطت على العالمية، ده خامس ملتقى بنعمله سويا، وكل سنة حضراتكم بتشوفوا تغييرات جديدة للأحسن وللأفضل. أنا يعني مش هطول في الكلام عشان أنا ممكن أتكلم ساعتين في التنمية اللي بتتم على أرض المحافظة، فده مش مجاله، إنما بنقول التنمية على أرض سانت كاترين أنتوا بشاهدنا رؤى العين. يعني إحنا لو هنمسك الطرق، ما عندناش طريق دلوقتي ما هوش ممهد، كل الطرق من شرم الشيخ لكاترين الطريق خمس نجوم حرير، يستطيع السائح أن يجي يقضي يومه ويرجع من شرم الشيخ حتى كاترين. المطار احنا بنطوره واحنا هنجدده وهنرفع كفاءته ليستقبل الطائرات الكبيرة، هو بيستقبل الطائرات الصغيرة دلوقتي، وبالتالي هيخدم البشرية كلها، هيخدم اللي جاي من ألمانيا، هيخدم اللي جاي من روسيا، هيخدم الجميع. يبقى ده المطار والطرق احنا انتهينا منهم، والمطار ان شاء الله قدام منه انا بعتقد سنة وهنكمله. احنا بإذن الله بصدد إقامة فندق صديق للبيئة، تعرفين حضراتكم انتم موجودين في محمية طبيعية، مدينة في محمية وليست محمية في مدينة، احنا هنا المدينة كلها في محمية سانت كاترين بالحقيقة. فاحنا بنقول هنعمل فندق، يعني مش عايزين نقول خمسة وسبعة، هنعمل فندق أربع نجوم يتناسب مع يعني المنطقة، وفي نفس الوقت صديق للبيئة، طاقة شمسية وخضرة وكلام من ده عشان المحمية ما تتأثرش، وبنقول ان احنا مدينة في محمية بالحقيقة. وعايز اقول ان احنا دلوقتي كونا الارسال اتصالات مع وزير الاتصالات وعمل تقوية في المدينة عشان الاتصالات في تقوية موجودة حاليا وشغال، سيادته شغال يعني معانا واحنا شغالين معاه، بحيث ان احنا يعني الملتقى القادم مش هيبقى فيه المشاكل الصغيرة اللي ممكن تحدث. برضو الاقامات هنا معلش يعني على قدنا ثلاث نجوم، انما بنقول احنا واخدين بالنا للمستقبل، عشان يبقى فيه سياحة هنا ضخمة وكبيرة وعالمية لازم يبقى فيه فندق على مستوى يقدر ولادنا واهالينا اللي هيجوا من بره بقى، اللي هيجوا على المطار الكبير اللي ان شاء الله اعتقد انه في خلال سنة ممكن ننتهي منه. الكلام ده كله الرئاسة بتتابعه، سيد او مكتب السيد رئيس الجمهورية بيتابع ما يحدث على ارض مدينة كاترين الان والفترة الماضية، وفي اهتمام كبير جدا بدعم السياحة في كاترين ودعم السياحة في هذه المنطقة الجميلة الرائعة. المنطقة دي بقعة فيها بقعة مقدسة، البقعة المقدسة دي لم يتجلى سبحانه وتعالى غير هنا، ولم يتحدث غير هنا في البقعة المقدسة اللي بعد على بعد أمطار مننا. بس بنقول إن هذه هي البقعة المقدسة موجودة ورانا على بعد أمطار، تجلى فيها ربنا وتحدث فيها ربنا. تخيل كده وانت قاعد شوف منظر الجبال والمنظر اللي ربنا سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل القارة ده كان وإيه وموسى صعق. يعني عايز أقول المنطقة تستاهل والمكان يستاهل، وإحنا لا نقل جهدا إن إحنا نطور هذه المنطقة، منطقة نظيفة جميلة. منذ لحظات افتتحنا استراحة الزعيم البطل محمد أنور السادات، فتحنا الاستراحة بتاعته عشان تبقى مزار أيضا. صباح اليوم حطينا حجر أساس مسجد سوف يبنى بجهود ذاتية بين وزارة الأوقاف والمحافظة. صباح اليوم هذا المسجد سوف يسمى مسجد الوادي المقدس الكبير. هذا المسجد عشان يليق بجلال المكان ويليق بالمكان، نموذج صغير من مسجد الصحابة، مش هيبقى حاجة زي ضخمة زي مسجد الصحابة. المنطقة على قد إمكانياتها وعلى قد الناس الموجودين فيها بنعمل حاجة
على قد المستوى اللي هي موجودة فيه، حاجة شيك نظيفة حلوة، تراث إسلامي فاخر تبقى موجودة هنا في المدينة. يعني نشكر السيد رئيس الجمهورية على تفضله برعاية هذا الملتقى، كما أتوجه بالشكر إلى السيد رئيس مجلس الوزراء الذي شرفني بهذه الإنابة، وهذا يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملتقى. لماذا سانت كاترين وهناك ملتقيات وندوات كثيرة عن التسامح؟ لأنها يعني هي واقع تطبيقي وعملي، وكما قلنا يؤكد أننا لا نبتدع شيئا جديدا، إنما نستعيد تاريخا عظيما. فوجود المسجد ومن المسجد إلى الدير، وتجاور المسجد مع الكنيسة على تاريخ طويل، سواء هنا أو في منطقة مصر القديمة كما ذكرنا في خطبة الجمعة، من مسجد سيدنا عمر بن العاص إلى الكنيسة المعلقة إلى المعبد اليهودي، ده رسالة تسامح الأديان. وعندما دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلوا بلدا ولم يعتدوا على أي دار عبادة على الإطلاق، وده جعلنا نخرج كتاب حماية دور العبادة، كل دور العبادة. وقلنا النموذج المصري أصيل في أنك تجد المصريين جميعا بغض النظر عن ديانتهم يحمون دور عبادتهم، فنجد المسيحي يحمي المسجد إلى جانب المسلم، والمسلم يحمي الكنيسة إلى جانب المسيحي. وأكدنا أن أي إنسان مات في الدفاع عن دور العبادة، من مات في الدفاع عن دور العبادة فهو يموت في الدفاع عن الوطن، لأن ده محور من محاور الوطن، ونحتسبه شهيدا عند الله عز وجل. لأني في فترة استهداف الجماعات المتطرفة لم يكن المستهدف للمسجد وحده ولا الكنيسة وحدها، إنما كان المستهدف والوطن، ويد الإجرام التي امتدت إلى الكنائس هي التي امتدت إلى المصلين في صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمدينة بئر العبد، في واحدة من أبشع جرائم الاعتداء على الإنسانية. وظن أن نكون يدا واحدة في الحفاظ على أمن مجتمعنا وأمن دور العبادة. الحقيقة اللقاءات دي فريدة، لأن فعلا اللقاء بوطنية بنتجاوز فيه كل الفروقات وكل أنواع التمييز. وقلنا نحن نتعامل على درجتين، المواطنة المتكافئة والإنسانية العامة، يعني يمكن داخل الوطن. وقلنا على الناس يجب أن تتخلص من مفاهيم الدولة القديمة، دولة الأقلية ودولة الأغلبية، إلى دولة المواطنة المتكافئة التي ينظر فيها إلى المواطنين على درجة سواء على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة، والحق مقابل الواجب. وأيضا يمكن بما إني كان معانا مجموعة من مختلف دول العالم أيضا، فبنتجاوز قضية المواطنة إلى قضية العمل الإنساني المشترك، وحب الخير للإنسان بوصفه إنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه. فعندما حرمت الأديان قتل النفس، حرمت قتل أي نفس وكل نفس بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس، عندما قال الحق سبحانه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ولم يقل نفسا مؤمنة أو نفسا كافرة، ولا يوجد قتل على المعتقد ولا على العقيدة، وإنما القتال مقابل القتال والعدوان والاعتداء، ولا يوجد قتل الأحد على عقيدته. الرسالة دي الحقيقة بتتعمق هنا عندما نحياها، ويمكن احنا حرصنا بالتنسيق مع سيادة اللواء خالد فودة أن تكون معنا مجموعة من واعظات الأوقاف ومجموعة من المربيات والمعلمات والمكرسات بالكنائس، ودي مش أول لقاء، احنا عملنا عدد من اللقاءات مع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة. ومهم جدا كسر ما كان قائما قبل ذلك من الحواجز النفسية، لأن من جهل شيئا عاداه، ولأن هذا القرب يؤصل ويرسخ للمشتركات الإنسانية. وإحنا بنأكد على أمرين، أمر العبادات والعقائد إلى الله فيما بين الإنسان وبين خالقه، إنما المشتركات الإنسانية قلنا جميع الديانات أجمعت على الصدق والأمانة والوفاء
ولا يوجد دين واحد أباح لقتل النفس ولا الزنا ولا أباح الكذب ولا أباح الخيانة. هناك ما يعرف بالمشتركات الإنسانية التي يجب أن نعظمها فيما بيننا. أنا هختم بنقطة مهمة جدا حقيقة في مسألة الجانب الأول. سانت كاترين واحدة حقيقة، سانت كاترين بعبقها الروحي والتاريخي بما فيها من كل الجوانب الإيمانية، عشان كده خصوصية المكان المؤتمر له خصوصيتان. خصوصية المكان سانت كاترين، لن تجد سانت كاترين أخرى بكل ما تحمله من معاني إيمانية وروحية وبقع مباركة وتاريخ عظيم، وخصوصية اللي احنا حرصنا عليها تسامح الأديان أو التسامح الديني. هنا نصلي معا، وده احنا انتقلنا من رحاب المسجد إلى رحاب الدير ولم يشعر أحد يعني بأي شيء في نفسه وهو يجلس إلى هنا أو هو يدخل المسجد أو يدخل الدير في نموذج راقي نؤصله عمليا. وتكمن أهمية الملتقى في أنه تحول من الكلام النظري إلى التطبيق العملي في التسامح الفعلي. هختم بنقطة مهمة الحقيقة تحدثت فيها مع بعض الزملاء وإحنا ماشيين. هذه الجبال أيضا كما أن سانت كاترين متفردة بطبيعتها الدينية والتاريخية، هي متفردة بجوانبها الطبيعية. حقيقة لو جبنا لأي حد الآن أي حد من عامة الناس وقاعد معانا من غير المثقفين أو الدارسين للجغرافيا والعلوم الحديثة وقلت له تعالى الجبل ده بيتحرك ولا لأ؟ يقولك اتحرك، ده أبويا وجدي وأولادي ومئة سنة، مين قال إن الجبل ده الجبل ثابت لا يتحرك؟ لما يجي سبحان الله نص القرآني من أكثر من 1400 سنة يقول الحق سبحانه الجبال اللي قدامك دي لو سألت أي حد الجبل ده بيتحرك؟ اتحرك مني يا عم، الجبل معك قدامنا اهو، والسنة اللي فاتت واللي قبلها ونفس المكان. رب العزة يقول ايه؟ وطال الجبال تحسبها جامدة، تحسبها واقفة، وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ولما يجي علماء بقى الجغرافيا واللي درسناه في المرحلة الابتدائية، الأرض تدور حول الشمس وتدور حول نفسها ودوران الأرض وتفهم، وحتى عشان كده رب العزة قال إيه؟ وهي تمر مر السحاب مرورا يسيرا هادئا متأنيا غير ملحوظ، كثير من الناس لا يفكر فيه. فعندما يأتي ذلك يؤكد أننا أمام خالق عظيم يحتاج أن نتأمل في كونه، وهو القائل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولما نزل قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن لاكها بين لحييه ولم يتفكر فيها. ولذلك ما نعتمد عليه الآن سواء في منهجنا الدعوي أو في منهجنا التربوي أو تدريب الأئمة والوعظات أو ما نحتاجه بصفة عامة، هو المنهج العقلي الذي يفكر. ولذلك نقول حتى في النصوص، هل قال؟ هل فيه نص؟ من قال؟ لماذا قال؟ ماذا قال؟ والشرع جعل العقل مناط التفكير. ولذلك كانت مشكلات التطرف من الجمود والحفظ وعدم إعمال العقل، فإحنا بنأكد على إعمال العقل في كل شؤون حياتنا، وبناخد من ده ربنا أتقن الجبال. دي إشارة لينا، هي مش جاية كده عشان بس لك أنا أتقنت صنع الجبال، عشان يقول مطلوب من كل واحد يتقن إيه عمل. وأنا كنت مع الدكتور أسامة في السيارات الخفيفة دي، قال لو كل واحد اهتم بأسرته وبعمله وأدى حق أسرته على الوجه الأكمل تربويا وفي كل حقهم وأدى أتقن عمله يكون ينصلح تلقائيا. احنا محتاجين نستفيد معاني الإتقان ونعمق معاني التسامح، وإن شاء الله يعني هيبقى في قصيدة هنسيبها بالليل في عمق التسامح، إن يقول فيها الدين للدياني الدين للدياني
جل جلاله لو شاء بك وحد الأقوام لا إقاها في الدين قد تبين الرشد من الغي، ولو شاء بك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ويقول سبحانه ولو شاء بك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولذلك بنقول الأمور الثابتة في الأديان العقائد والعبادات هي ما بين الإنسان وربه، سواء في الكنيسة في المسجد، هذا فيما بينك وبين الله على قناعاتك واختيارك لا إقاها فيها. لكن يبقى الأهم كل ما يتصل بشؤون الحياة من المعاملات ونظام الحكم وإدارة البلاد والتعاون هو في إطار المشترك الإنساني التسامح الديني. ووضعت الأديان مقاصد عامة، وبالمناسبة تتفق جميع الأديان السماوية على مصالح البلاد والعباد، وأنه حيث تكون مصالح الناس وجمع كلمتهم وحيث يكون العمران وحيث تكون الحضارة فسمى صحيح الأديان. إن شاء الله يكون يعني نقلة ورسالة للعالم كله. وبنهنئ سيادة اللواء الحقيقة بكل ما نجد في كل عام من نقلة نوعية في سانت كاترين، وبنتمنى لبلدنا ولكم جميعا كل التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير جميعا، وأنا سعيدة أن أنا موجودة النهاردة مع حضراتكم. ومرة أخرى لازم أن أنا أتقدم بالشكر للسيد اللواء خالد فوذة محافظ جنوب سيناء على الجهد اللي بيعمله والفعاليات المستمرة. دايما محافظة جنوب سيناء على طول في نشاط مستمر، واحنا بنحاول ان احنا نلحق بالركاب ونيجي نحضر كل حاجة الحقيقة المحافظة بتنظمها، لان بتبقى رسالة وطنية مهمة جدا. انا لسه كنت موجودة الاسبوع الماضي في شرم الشيخ بدعوة من سيادته علشان مسابقة الهجن، وزي انه شفت ازاي القبائل والبدو من 14 محافظة الحقيقة شاركوا في هذه المسابقة، وزي شفت ان هي مسابقة رياضية، انما بنحاول ان احنا نخلي الناس تشعر ان احنا كلنا شعب واحد بمختلف الاطياف ومن مختلف المحافظات، كلنا بنجتمع حول رياضة الهجن. فكنت سعيدة جدا النهاردة برجع مرة اخرى للمشاركة في ملتقى الاديان او ملتقى التسامح الديني اللي دايما محافظة جنوب سيناء اللي هو خالد فودة دايما بيحرص ان هو يجود كل سنة من نشاطات هذا الملتقى. كل سنة الحقيقة بحرص ان انا اكون موجودة، و ببقى سعيدة جدا مع زمايلي من الوزراء والوزيرات ان احنا بنروح الدير وبنصلي مع بعض، وهم بيروحوا الجامع وبعدين يقابلوني في الدير. شعور وتعايش على أرض الواقع. احنا بنتكلم دايما عن مبادئ التسامح وقبول الآخر والمحبة، انما مصر الحقيقة بلد بتطبق هذه المبادئ بكل جدية وبكل مصداقية. وكنت بتكلم النهاردة الصبح على إنه هذا الملتقى هو بيتماشى مع اتجاهات الدولة المصرية فيما يتعلق بمفهوم مبدأ المواطنة، إن إحنا كلنا شعب واحد، إن إحنا مفيش اختلاف بيننا، إحنا كلنا مش عايزة أكرر كلمة نسيج، إنما إحنا فعلا جسد واحد للدولة المصرية. و رسالتي أو مهمتي كوزيرة للمصريين في الخارج إن أنا أطمنهم على بلدهم، أتواصل معهم، أستفيد من خبراتهم، أشوف مشاكل العمالة المصرية في الخليج، أهتم بالجيل الثاني والثالث من المصريين في الخارج. ولكن في رسالة أو ملف مهم جدا، وهو الهوية الوطنية اللي لازم ننقلها للمصريين في الخارج. فدايما في كلامي معهم بقول لهم إن إحنا دولة مصر الجديدة بالمفاهيم اللي احنا بننادي بيها من تسامح أديان، من محبة، من قبول الآخر. أول مرة نشوف رئيس جمهورية بيدخل الكاتدرائية المصرية في العيد، ما كانتش بتحصل قبل كده. والحقيقة إنه المصريون داخل الكاتدرائية في ليلة العيد، الزغاريت أكيد حضراتكم بتشوفوها في التلفزيون، الورد اللي بيترمي على سيادة الرئيس، الناس اللي عايزة تتصور معاه، كل ده مش فيلم، كل ده مش حاجة بيمثلوها، لأن هم حاسين بمصداقية القيادة السياسية إن هي فعلا عايزة تيجي عشان تعايد عليهم. أول طلعة جوية عسكرية لصالح مدنيين
كانت لصالح المصريون اللي تم قتلهم على يد داعش في ليبيا من أقباط المصريين. كل الكنائس اللي تهدمت في العمليات الإرهابية اللي بتضرب الدولة كلها مسجد وكنيسة كان على طول في تكليفات إنه هذه الكنائس يتم إعادة بنائها، والحقيقة بترجع أحسن من الأول. عندنا مشاكل، عندنا مشاكل ليه؟ عشان إحنا بنعاني في هذه المناطق من الجهل والفقر، ودايما إحنا شعب سواء يعني مسلم أو مسيحي متدينين، فأي حاجة نروح مسكين في الدين على طول، عشان كده نلاقي هذه المشاكل في هذه المناطق. عشان كده كان تكليف القيادة السياسية بتنمية الصعيد. تنمية الصعيد ليه؟ لأنه لازم إحنا ننظر بنظرة جدية ونعمل في هذه المناطق اللي بتصدر عن جهل وعن فقر هذه النوعية من المشاكل. ما أظنش من الناس الحاضرين أي حد اتربى على غير كده، إنه دايماً بيت مسيحي بيبقى فيه أطفال مسلمين بيلعبوا، والعكس كذلك. كلنا كبرنا على ده. الحاجات اللي شفناها جديدة نوع من أنواع الحرب اللي بتضرب الدولة المصرية، وسبحان الله الشعب المصري مهما تعمل فيه شعب ما حدش يغلبه. كان ممكن جدا في كل الحاجات اللي مرت بيها مصر كان ممكن كله يولع في كله، أنا أسفة، إنما الشعب ده عشان كده كل ما يضرب كنيسة تلاقي المسلمين مع المسيحيين يقولوا لهم إحنا معاكم، والمسيحيين يقولوا للمسلمين إحنا عارفين كويس جدا مين اللي بيعمل كده، ما تتضايقوش، إحنا مش واخدين الموضوع ده أن أنتوا اللي بتعملوا فينا كده. فلما قعدوا يضربوا الكنائس وفيش أمل، راحوا ضربوا جامع. قالوا إيه الشعب الغريب ده؟ إزاي أن إحنا عمالين نحاول أن إحنا نفتت فيهم ودول ما فيش؟ عشان كده لما بكلم المصريين في خارج بقول لهم بصوا إحنا شعب قوي جدا، شعب متسامح، شعب متدين، بيؤمن بربنا سبحانه وتعالى، بيؤمن بالقيادة السياسية، بيؤمن كمان أن مصيرنا مصير واحد. عشان كده برجع بقى لهذا الملتقى وأقول أنه هو شعاره مبدأ التسامح وقبول الآخر، إنما الحقيقة اتجاه الدولة المصرية والمجتمع المصري نفسه بيعايش هذه المبادئ كل يوم. فإحنا الملتقى ده بيبقى الحقيقة احتفالية بينا إحنا كمصريين إن إحنا عندنا هذه المبادئ النبيلة اللي ممكن في شعوب أخرى وبلاد أخرى ما بيكونش عندهم هذه النوعية من النعرة القومية والهوية الوطنية المصرية. ممكن نختلف على حاجات كتيرة جدا جدا، إنما بنيجي عند بلدنا وخط أحمر محدش يقدر إن هو يجي جنبها. فعايزين نقول النهاردة إحنا رسالتنا كوزارة الثقافة الحقيقة إحنا هنعبر عنها بالفن، وإن شاء الله يعني حضراتكم أكيد كلكم حاضرين بالليل، وأتمنى أن العرض المميز اللي هيقدم بالليل ينول إعجابكم، لأن الحقيقة ويمكن لأول مرة بيتم دعوة عدة دول. تسمحوا لي بس أقول لأن ده شيء مهم جدا تحدث لأول مرة، هتكون موجودة معانا كرواتيا، رومانيا، المغرب، واليونان، بالإضافة لفرقة السبعية من أسوان والتابعة لهيئة أصول الثقافة والفرقة الهيئة الإنجليزية. الحقيقة في حالة مزج هتشوفوها، ورسالة عظيمة هتقدم بالليل من خلال مجموعة أصوات احنا مسمينها أصوات من السماء. هذه الأصوات بتعبر عن الصلوات لكل هذه الأجناس المختلفة والديانات المختلفة بالفن. فلقينا أن أسهل رسالة إحنا ممكن نقدمها هي جمع هذه المجموعات اللي هتكون موجودة بإذن الله، والعرض اللي هيقدم لسيادتكم. هذا الجهد الكبير وهذا العمل البناء هو أحد مفردات التنمية الكبيرة جدا اللي بتقوم بها الدولة المصرية تحت قيادة واعية، قيادة سياسية لها الرؤية الاستراتيجية ولها الكثير والكثير من حب هذا الوطن، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بتحرص دايما الحكومة المصرية وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولي في الحقيقة للتنفيذ القوي والبناء لهذه الرؤى في كل مناحي الحياة المصرية وفي كل مجالاتها المختلفة. في الحقيقة شرفت أن أنا أكون مع زملائنا وزملائي في مجلس الوزراء المعنيين بهذا الحدث الكبير اللي يمكن أنا حضرت وشرفت بحضور المؤتمر الصحفي في القاهرة العام السابق لكن لم أتمكن من الحضور هذا العام، لكن هذا العام شرفت أن أنا أكون موجود في الاثنين، المؤتمر الصحفي الكبير اللي كان موجود في القاهرة وهذه الزيارة.
يمكن الزيارة المرة ديت سابت لي واقع كبير جدا على المستوى اللي بيسموه theoretical والجانب الآخر اللي هو التطبيق يعني منه. لكن لما جينا شفنا هذا المكان, المكان في الحقيقة ما أعتقدش كلنا سافرنا يعني الدنيا كلها وكلنا شفنا حاجات كتير في الدنيا كلها, لكن مكان يكون بهذا الوصف وهذا الإبداع وهذه اللوحة الربانية اللي سبحانه وتعالى وضعها واللي يمكن في أكتر من معجزة اللي النهاردة شرفنا بيها وسمعتها بكل التركيز في الدير الكبير اللي يعني هبريف أو هأختصر جزء فيه, لكن المكان الوحيد اللي يتجلى المولى عز وجل إن هو ينظر إلى الأرض بشكل واضح هو هذا المكان, وإن هو يتحدث كمان إلى أنبيائه أحد أنبيائه ورسله هو أيضا هذا المكان. فده بيسموه تنجبل, حاجة مادية ملموسة موجودة لازم كلنا ندقق فيها وما ننساهاش ونتذكرها. طب ده موجود على أرض مصر كمان المكان, يعني رسالة التسامح ورسالة الصلاة ورسالة اللي المؤتمر الخامس دايما بيبثها في العالم, ونشكر الإعلام الكبير اللي يعني نقول له لو سمحت شير, والشباب اللي أنا يمكن بأتشرف أن أكون وزير الشباب لازم تشيروا وتقولوا حاجات كتير عن المؤتمر وعن الرسالة والرسائل الكبيرة اللي موجودة من هذا المؤتمر في الحقيقة. لكن إن إحنا ندخل المعبد ونلاقي التلات أديان رموزها وكنائسها ومعابدها موجودة, وإن النقطة الجليلة الكبيرة جدا اللي حصل فيها هذا الحوار وإن سيدنا موسى يتعبد فيها دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. لكن المهم في ده كله يمكن أنا هقول قصة صغيرة النهاردة حصلت ما بيني وما بين يعني مطران المعبد في الحقيقة. هو موجود في مصر من سنة 60 لكن تقلد المطرونية سنة 1974, ويعني حكى كتير جدا على عشق هذا الوطن اللي أنا كنت شغوف وفخور جدا باستماعه. لكن قال لي أنا كنت بطلع الجبل موسى وكنت بطلع بالليل بالإيد والرجل, وكان يعني أنا دلوقتي سني 48, هو طبعا يعني دعابة, قلت له أنت أصغر من كده بكتير. فقال كنت بطلع ويعني كان ساعات يقول لي عفريت بيطلع وكنت بضحك وانا بسمع الكلام, لكن اكتر من 3000 سلمة. وبعدين قال لي بص بقى انا هقترح عليك شوية اقتراحات, قلت له طب قول شوية الاقتراحات وانا مستمع جيد. قال لي انت تعمل مسابقة للتسلق السلالم, قلت له خلاص انا يعني لازم اعمل مسابقة للشباب لتصل, بس انا وانت نطلع اول مسابقة ديت لانك انت اصغر مني في السن بكتير يعني. لكن كمان في الحقيقة كان في رؤية كبيرة جدا فعلا المكان لما بخرج عن الجانب الإرثي أو الليجاسي اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه مصر, واللي يمكن أنا ومعالي الوزيرة كنا بنتكلم وبنقول بشكل إيموشنالي أو بشكل كبير جدا المكان ده إزاي وليه وفين وحاجات كتيرة جدا جدا, اللي طبعا هذا المؤتمر البناء بيجاوب على أسئلتنا أن العالم كله لازم يعرف اهتمام الدولة المصرية والتطوير الكبير اللي موجود فيه. لكن احنا امبارح كمان على المستوى الشبابي عملنا افتتاح لملعبين جداد في سانت كاترين, وقد ايه لما شفت ولادنا واخواتنا وهم يعني بنفتح في الرياضات المختلفة وكلهم من الشباب في الجوالة وفي الكاراتيه وفي الملاكمة وفي المصارعة وفي منتخبات القومية اللي موجودة للناشئين موجودة هنا في سانت كاترين وفي جنوب سيناء. وفي الحقيقة بعد ما خلصنا وانا شوت كورة الشوطة الاولانية قلت الجون لو صدتها مش هلعب مش هكمل الملعب التاني, لو جت جون هكمل, فهو صد الاولانية وساب للتانية فجبت التانية جون فهكمل الملعب يعني. في الحقيقة فخورين جدا 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 باللي شفناه, مشاركة شبابية بالتعاون مع معالي وزيرة الثقافة في حاجات كتيرة جدا. امبارح شفنا شباب لفرقة بروكاشن اللي كانت موجودة وهم كلهم الشباب, وهو طرح ما بين الثقافة والشباب في الحقيقة, وهنتمتع النهاردة بالإرث الثقافي. لكن أكيد في دور لينا كبير إن هو إزاي يحصل sustainability أو امتداد, هيحصل هذا الامتداد. لكن الرسائل الكبيرة جدا اللي يمكن من الملخص البريف كيس اللي اتكلمت فيها إن لا إحنا دولة تنمية سلام
دولة يعني ليها رؤية كبيرة جدا على المستوى العالمي والمستوى المحلي. احنا فخورين وسعيدين وزارة الشباب والرياضة بتسعد بمشاركتها، والشرف ان هي تكون موجودة مع هذا النخب الكبير وممثلة في جزء من الحكومة المصرية بتواجدنا في هذا الملتقى الكبير جدا، واللي بنشكر كل اللي موجودين في الحياة الحضور من الفنانين وأيضا من الجاليات المصرية اللي ليها دور كبير جدا. طبعا معالي وزيرة الهجرة النهاردة شفنا نماذج كبيرة منها، البنت الصغيرة ياسمين اللي عايشة ما بين أمريكا ودبي واللي دايما بتفتخر وتقول أنا مصرية وعندها موهبة كبيرة جدا في الغناء، وشفنا ياسين اللي قال أنا يعني بمثل في هوليود وبقول في كل مكان أنا مصري، لأن أنا سألته السؤال ده وهو بيرلي بيتكلم ميكسد يعني عربي وإنجليزي، فسألته السؤال ده طب أنت لما بتروح بتقول أنت عايش في أمريكا ولا هو عايش في جنيف أعتقد وبيمثل أو مثل في هوليود، فأنت بتقول إيه؟ أنت بتقول قال أنا بقول أنا مصري. فدي حاجات كبيرة جدا اللي بيها إحنا بنفتخر بوجودنا بوطنيتنا بانتمائنا بولائنا كلنا تحت راية واحدة، راية سياسية لقيادة سياسية، كلنا اختلفنا أو اتفقنا عندنا رمز واحد هو مصر، ومش هنسمح بشبابنا وكل حاجة بنعملها مش هنسمح لأي حاجة ممكن تحصل، حتى لو قالوا يعني حروب الجيل الرابع احنا عندنا سلام الجيل السادس. عايز اتكلم بس على حاجتين. الحاجة الأولانية ان احنا وبعيدها دي منهم ان احنا في خلفنا دير، الدير ده في مساحة 100 متر يجمع ثلاث اديان وبينها الشجره المباركه، داخله مخطوطات على اصاها المخطوطه المحمديه، ودي وثيقه لحمايه الاقباط في مصر وديانتهم. انما احنا دلوقتي وتوافيها بعض المخطوطات الثانيه، المخطوطات دي كلها بتؤكد مع كل ملك وع كل رئيس بيجي بيكتب مخطوط انه بياكد على هذا. انما احنا دلوقتي المخطوطات دي في العصر الحديث مش موجودة، دي معناها ان احنا خلاص بقينا نسيج واحد، بقينا عيلة واحدة، بقينا حاجة واحدة، وبالتالي فمش محتاج ان احنا ممكن نأكد من خلال الكلام ان احنا نكتب مخطوطة عشان نقول الناس دي ممكن تعيش معانا في امان او غيره. فانا بأكد على الجزئية دي. الجزئية التانية ان انا بتكلم فيها وان انا سعيد بيها، ان احنا اولا يعني بنشكر اللواء اركان حرب خالد فودة على دعوتنا للزيارة، وعايز أقول إن إحنا قبل الزيارة وقبل هذا الاحتفال إحنا بقالنا 5 أو 6 شهور تقريبا بنشوف سلبيات اللي حصلت في اللي فاتت في 4 سنين اللي فاتت، عشان نقدر نجمل المكان أكتر مما هو فيه، وبالتالي نقدر نريح الناس اللي ممكن تيجي أو ممكن تعيش في داخل المكان ده حتى ولو ساعة واحدة. المكان نفسه أنا مش عايز أقول إن إحنا مكان فقط، لا ده إحنا بالعكس إحنا عملنا اجتماع مكبر بين كافة وزارات الدولة، وكان بالأساس فيها هو القطاع الأمني أساساً، لأن إحنا من غير الأمن ومن غير ده كان زماننا مش قاعدين القعدة اللي إحنا قاعدين فيها دي ولا بالاحتفال اللي إحنا موجودين فيه. فطبعاً دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن إحنا بنعيش حالياً دلوقتي في جنوب سيناء، في محافظة جنوب سيناء، ومحافظة جنوب سيناء ليست تتميز فقط بالسانت كاترين، ولكن فيها دلوقتي هي مدينة خضراء فيها كافة الرياضات المعروفة عالمياً، سواء كانت رياضة الغوص أو رياضة الشواطئ أو رياضة تسلق الجبال أو تسلق وغيرها من الرياضات المختلفة. إن شاء الله الاهتمام في الفترة اللي جاية هيكون بتنمية بقية المدن. في مدينة الطور إن شاء الله تشهد في بداية السنة الجاية تطور كبير جدا، وإن شاء الله تكونوا موجودين فيها إن شاء الله. وأنا مش عايز يعني في مفاجآت هناك ممكن مش عايز أحرقها، بس معالي المحافظ هيبقى يقولها في وقتها، لكن إن شاء الله تكون تختلف في منطقة رأس سدر، هتختلف الأمور فيها، بل بالعكس إحنا بدأنا في الفعل في تنمية ورفع كفاءة كل حاجة سواء بنية تحتية أو من طرق أو من غيره. فبالتالي إحنا بنشتغل في مصر ده، بالإضافة إنه المجتمعات البدوية أصبح لها جزء كبير وبدأنا نهتم بيها، وبقت في تجمعات بدوية على أحدث مستوى بخلاف خالص العيشة اللي كنا عايشين فيها. بالعكس إحنا بنطور، فإحنا بنطور تنمية بشرية، بنطور تنمية سياحية، بنطور في كل مجال من المجالات. فأنا إحنا مصر يعني زي ما بقولوا إحنا مر العصور عد عليها الكثير من الجنسيات
الديانات المختلفة واحتلت من جميع الجهات في حاجات كتير، إنما مصر قدرت تهضم كل الكلام ده وخرجت بالهوية المصرية، الهوية الإسلامية اللي فيها والهوية التكاتف المسيحي والمسلم يد واحدة، ودي ظهرت في كافة اجتماعاتنا من أول سنة 2019 في العصر الحديث وما قبلها. فإحنا بنشير وبنؤكد دائما أن مصر ما نقلقش عليها، مصر هي كفيلة أنها تهضم أي شيء، في الآخر هتخرج الهوية المصرية اللي احنا متعرفين عليها. أنا بقول أن رعاية سيادة الرئيس لهذا الاحتفال هو امتداد طبيعي جدا للوثائق اللي احنا اتكلمنا فيها في بداية كلامي، فبالتالي احنا في امتداد طبيعي للوثائق دي، ونأمل إن شاء الله أن انتوا في زيارات قادمة تشوفوا تطور، وانتوا اللي تقولوا بقى وتحكموا أن احنا الدنيا فرقت سنة عن سنة ولا لا، وانت محتاجين منكم مقترحاتكم، محتاجين منكم رؤيتكم، انهم ان احنا ان شاء الله بإذن الله هنعمل مجتمعات جديدة بشكل جديد ان شاء الله بإذن الله. شكرا.